ساعات حياة ضيفنا لا تفارقه كلمتا الإبداع والطموح في نشاطاته كلها، فقد عرفه جميع المحيطين به بطموحه الكبير وشغفه بالبحث وتطوير ذاته، بل إنه أكمل دراسته الجامعية والماجستير والدكتوراه وهو على رأس العمل. هو مواطن يعشق قبل كل شيء وطنه، ويتمنى أن يراه من أعظم الدول تطوراً وازدهاراً، وهو على ثقة بذلك لوجود قيادة حكيمة وشعب طموح، وأنا أحد أفراد هذا الشعب الطموح كما يقول دائماً. أحب ضيفنا الطيران وشغف البحث والتفكير، والتحق بمعهد التدريب للملاحة الجوية التابع لهيئة الطيران المدني، حصل على درجة البكالوريوس في الإدارة العامة، ومن ثم أكمل الماجستير العام في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر بالتعاون مع كلية الأمير سلطان، وأكمل الدكتوراه فيها. هو مستشار أكاديمية الطيران المدني ومدير إدارة الموارد البشرية بأكاديمية الطيران المدني. إنه الدكتور محمد عيد السريحي، عضو الأكاديمية الأمريكية للتعليم العالي والتدريب ومستشار الموارد البشرية ومؤسس ديوانية السريحي للإبداع. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج للرواد فقط، وضيفي هو الدكتور محمد السريحي مؤسس ديوانية السريحي للإبداع. دكتور محمد مرحبا. يا أهلا وسهلا أستاذة ماريا، أشكرك وأشكر قناتك برنامج للرواد فقط، وسعيد بتواجدي معك. شكرا دكتور محمد. لأبدأ بالتعريف عن الديوانية ومعنى الإبداع بالنسبة لكم، تقولون هو علم وقدرات وصفات عرفها الكثير من العرب والغربيين وترجمة الفلاسفة والعارفين، هو كل جديد ما لم يألفه الإنسان من قبل. حدثنا عن اهتمامك بالإبداع. حقيقة أستاذة ماريا، إذا تكلمنا عن الإبداع، يعني اهتمامي فيه أني تحولت من مجالي في العمل كأحد خريجين معهد الملاحة الجوية خلال سنوات العمل للاتجاه لدراسة الإدارة، للربط ما بين هذا الإنسان الكائن البشري اللي يتعامل مع الأنظمة الملاحية ومع العديد والعديد، وفعلا قربي في عالم الطلاسم تحليل البيانات وغيره، معناته أنه في شخص عظيم بدأ بابتكار هذه الأنظمة اللي إحنا نشوفها، من تحول الإنسان من العصر الحجري لاستخدام مواد بدائية إلى العالم اللي نعيشه الآن. من هنا فعلا بدأ الإنسان يفكر إيش هو القدرات هذه المميزة للأشخاص، محمد عن عبد الله، فلان عن فلان. فمن هنا بدأت وتبلورت الفكرة بصراحة خلال دراستي كمان للدكتوراه، بدأ اهتمامي الجاد بالإبداع كعنصر رئيسي، ومن هنا بدأ الانطلاقة. طيب دكتور محمد، هل تعتبر الإبداع هو وراثة، هو اكتساب، ولا هو بالفطرة؟ حقيقي العديد من العلماء تكلموا، صارت قضية جدل ما بين نفس قضية هل الدجاجة أو البيضة أيهما أول. فبعض العلماء نسب إنه الإبداع يتوارث، ولكن في نفس الوقت العلماء الآخرين قالوا لو كان يتوارث كان استمر أينشتاين، أحفاده، ماري كوري، العديد والعديد من العلماء. ولكن نجد بالمقابل إنه في علماء بدأوا لم يكن لديهم القدرة أو لم يكن متأخرين، حتى البعض منهم شخصيات عديدة، مثلا زي أديسون، نتكلم اللي هو توماس أديسون المخترع المصباح، كان متعثر في دراسته وعنده شروط ذهني، والعديد والعديد من النماذج. بيتهوفن مؤلف أعلى أو يعني أعظم الموسيقات والمقطوعات الموسيقية، كان عمره 26 سنة أصم، وتوفى هو في الخمسينات. يعني في أشياء لا تعود على الارتباط، ولكن بالأخير الإبداع بين قوسين هو قدرات، تقريبا عدد من العناصر عشان ندمج ما بين الأشياء الفطرية اللي، وفي علماء قالوا أنه تنتقل في جينات معينة في المخ تنتقل عبر الوراثة، وقلة من نجد. يعني أنا عشان أثبت أنه الإبداع يتورث، العالمة اللي هي ماري وبيلي كوري اللي بحثوا في عالم الإشعاع عام 1911 وفازوا في جائزة نوبل للفيزياء، ابنتهم تزوجت عالم أيضا وفازت في الجائزة عام 1936 باختراع شيء في الكيمياء، ولكن نوادر. إذا جينا للإبداع، الإبداع هو عدد من عناصر إذا توفر في داخل هذا الإنسان العظيم سوف يكون مبدع، ألا وهي الجراءة والطلاقة والمرونة والمبادرة وعدد منها. ولكن أحيانا الاكتساب والخبرة في التعلم والممارسات تغني الواحد أو تعطيه عدد من المهارات قد يكتسبها. نعم، أنت مستشار في الموارد البشرية وأيضا مختص بالإبداع، كيف تجمع يعني من خلال خبرتك المهنية، ولماذا اهتمامك بالإبداع، وما هي أهداف الديوانية؟
أول أستاذة الديوانية فعلا يعني بدأت عملية زي ما قلنا في الإبداع اهتمامي خلال دراسة الماجستير، وبعد كذا كان في إدارة العمليات، الدكتوراه كانت تهتم أو تخصص نعم الدكتوراه في إدارة الموارد البشرية. خلال دراسة الموارد البشرية فعلا كمان دققت الإبداع الجزئية بسيطة إنها تتكلم عن القدرات، فكمان أشاروا علي يعني إنه القدرات هذا متسع شامل للإنسان لديه القدرات، ولكن لابد يكون في جزء أو فوكس على جزء بسيط. فلقيت إنه الإبداع هذا عالم طلاسم، وطبعا في خلفيات جميلة أهداف خلال طفولة الإنسان. نعم يعني والنشاطات التي تقومون بها. بالنسبة للنشاطات فعلا يعني أنا أحاول التركيز على الإبداع كنشر ثقافة، الإبداع كشيء بوطننا العربي، خلينا نقول يعني أكثر، يعني في قصور بالناحية المجتمعية، ممكن نلقى في للموهبة إدارات ووزارات وغيره، لكن على المستوى المجتمعي بصراحة في غياب عنها. فمن هنا طيب كيف؟ الديوانية بدأت كملتقى يعني أسست في جمعية الثقافة، ملتقى اسمه ملتقى المبدعين، كنت أحضر معايا عدد من الإخوان اللي لهم براءات اختراع والعديد، ولكن مع جائحة فعلا استعوضت بالملتقى اللي كان في مسرح جمعية الثقافة بديوانية تسريح، فعلا استضفت العديد والعديد من لديهم براءات اختراع في الجانب العلمي والجانب الثقافي أيضا. الاهتمام بالجانب العلمي والثقافي أيضا يعني يلحق عديد من الخطوات، شو هي الخطوات اللي أصحاب براءة الاختراع لازم أن يتبعوها لكي يوصلوا مشروعهم أو يحققوا أهدافهم؟ وزي ما قلنا اول شيء الانسان المبدع طبعا لم ياتي من فراغ، ودوما الانسان المبدع ما يكتشف نفسه فجاه انه انا مبدع، لا طبعا هذا يعني يكون اخذ عديد من المراحل والعديد من الاشياء الى ان بدا يبرز، ولكن هو اهم شيء ايش اللي يجعل الانسان مبدع؟ انه يؤمن بقضيه معينه بهدف معين، احيانا زي ما قلنا الهدف. ما دوركم هنا في تمكين هؤلاء للوصول إلى أهدافهم؟ والله حاليا انا شغال على نشر ثقافه الابداع، يعني استضفت عدد من الاخوان حتى لديهم بعضهم مراكز تساهم مع المبدعين بكيف يحصلوا على براءة الاختراع، ايش الاشياء اللي ممكن يساعدونهم فيها. فانك انت تبدا تدرس او تنمي ثقافه الابداع في المجتمع خطوه جميله، لانه نحتاج بصراحه، وعندنا كفاءات وشباب وطننا العربي، لكن للاسف احيانا ما يلقون التوجيه حتى لو التوجيه المعنوي. نعم، والتوجيه المناسب هو ضروري. أنت أسست ملتقى المبدعين وبعدين كلفت كمستشار الجمعية، جمعية الثقافة والفنون بجدة، ماذا تعني لكم؟ طبعا جمعية الثقافة والفنون أنا أعتبرها يعني هي المنصة اللي محمد إسريحي بدأ منها فعلا يتحدث عن الإبداع ويحاول ينشر الإبداع، لأنه هي الحاضرة اللي أتت للجمعية عبر كتابي أنا دشنته في 2017، كتاب الإبداع والأداء، وبورك في جمعية الثقافة. من هنا طلبوا أنه كيف تقدر تساهم، فقلت أنا ممكن أسوي ملتقى ونبدأ نسوي محاضرات للمجتمع ونبدأ ننشر ثقافة الإبداع، إيش هو الإبداع، كيف انا اصير مبدع، ايش الاشياء المفترض يعني انا ابدا اشتغل عليها عشان ابدا في كيف عمليه خطأ. التجاوب المجتمعي في السعودية؟ هل هو قابل للابتكار والريادة؟ حاليا فعلا اذا جينا يعني احنا منذ ان بدات البعثات بالحكومات السعوديه يعطيهم العافيه ويغفر الملك عبد الله والمبتعثين خلال عهد الملك سلمان، بدا فعلا تركيز على النشأة وعلى الشباب. احنا نتكلم عن مجتمع 75% تقريبا من القوة المجتمعية أو الخليط المجتمعي هم شباب، فهم اللي يصنعون الغد، وإحنا نرى الآن رؤية 2030 تركز على الاستفادة من هذول الشباب، وكثير من المعاهدات وكثير من الشراكات اللي عملت خلال الفترة الماضية مع شركة مايكروسوفت، مع جوجل، مع هواوي، مؤتمرات للذكاء الاصطناعي قبل يومين، يعني الدولة متوجهة لاستثمار فعلا. الآن هي تقريبا نقول الصناعة المستقبلية صناعة الفكر، ليست هي المواد الخام والبترول. في رصد لكلمة ولي العهد منذ يومين قال هدفنا التالي هو تحسين دخل المواطن، خلال سنة واحدة استطعنا أن نقضي على مشروع ايديولوجي صنع على مدى 40 عاما. طبعا هو بيقصد الإرهاب، وقال كمان أيضا تحدث عن مكافحة الفساد، إعادة هيكلية الداخلية، إصلاح القطاع الأمني، وضرب في يد من حديد كل من تسل له نفسه المساس بالأمن والاستقرار في المنطقة خاصة في السعودية، زاد معدلات التوظيف، كانت هذه على أولويات رؤيته وأولويات الحكومة، قطاع الإسكان، طبعا العديد، صندوق الاستثمارات ونجاحاته في
تأمين استثمارات ناجحة، أكبر صندوق سيادي يعني في المنطقة نعم حاليا، مبادرات عديدة لحماية البيئة وأيضا المرأة السعودية والكثير من البنود، ومنها أيضا الرياضة والإبداع. كيف ينعكس ذلك عليكم كمواطنين وعلى تحفيز المواطن السعودي للإنتاجية أكثر؟ حقيقي هذه كل الامور لانه اعطت فرصه اكثر، اعطت الاعتماد على المواطن والاخ المقيم او الاخ الخبير اللي فعلا يكون لديه الاضافه، لانه فعلا قد يكون في السابق ما في اهتمام بالجوده، الان لا فعلا صار في تركيز. فعلا الان الدوله تجني ثمره الابتعاثات اللي بدات تقريبا من خلينا نقول التسعينات، يعني العديد من المناصب العظمى، العديد من المكاتب الاستشاريه، الرؤيه زي ما قلت، الصناعة، الجنس، الأخوات الآن يتقلدون العديد من المناصب، أحيانا حتى الأشياء اللي هي قد تؤثر في نمو أي دولة فعلا محاربة الفساد فيها، محاربة الفساد، والفساد مش شرط يكون بالمادي، لا أحيانا حتى بالبيروقراطية في الإدارات. فإحنا فعلا نشوف في حراك منقطع عن نظير، نشوف في حتى مرونة في العديد من المعاملات، التسهيلات، الاستثمارات الأجنبية، دعم المشاريع، حتى المشاريع الصغيرة دحين حتى المبتكرين اللي لديهم يعني أفكار معينة ولهم دراسات جدوى، الآن أتيحت العديد من المشاريع أو العديد من البرامج أو العديد من التمويل إنه يقدروا يصنعونه. أنا قبل نعم يمكن تقريبا شهر استضفت أحد الإخوان المبدعين اسمه حمد اليامي، هذا مصنع الحرام الصحي أو الحرام الخالي من الميكروبات، واستخدم في الحجة الاستثنائي. فمعناته الدولة تعطي، بس تعطي فعلا شخص لديه دراسة جدوى، لديه فكرة، وفكرة غير مكررة. هذا هو الإبداع، إنك تأتي بشيء جديد. لكن إذا أنا بستنسخ زي ما يعني من دون حداثة أو من دون شيء، يكون استهلاك. ضمن برامج وفعاليات ديوانية صريح للإبداع، تم تخصيص برنامج هذا العام للاحتفال باليوم الوطني السعودي 90. كيف كان وقع هذه الاحتفالية على من هو محيط بكم؟ فعلا نحمد الله انه يعني خلال بدينا احنا مع تقريبا من بدايه الجائحه، يعني من شهر 3 تقريبا حوالي 9 شهور، واحنا نقدم برامج معدل كل شهر تقريبا ندوتين، وكان من اعظمها خلال شهر سبتمبر الاحتفال في اليوم الوطني، لانه فعلا استضفنا عدد من الاشخاص اللي لهم دور، سفراء ومن التعليم فعلا، لانه نشوف ايش التحول. يعني احنا دوما حتى في من ضمن الفعاليه تكلمت، احنا دوله عمرها 90 سنه، 30 سنة قضت بس بانتشارها وتوسع وبنية أساسية، و50 سنة أو 60 سنة بالنقلة، إنه من دولة مستهلكة إلى دولة تعمل شراكات مع شركات عظيمة مثل مايكروسوفت وجوجل نعم والعديد من المشاريع. فعلا يعني عمر 60 سنة لا يذكر بعمر الدول، نعم وإحنا نعم الآن لسه، يعني هذا مش طموحنا، طموحنا فعلا نحقق أكثر من كذا. وهو الأمور تمشي بالمسار الصحيح. من هو الدكتور إبراهيم الفكي وكيف تتذكرونه؟ فعلا الدكتور ابراهيم الفقي من الشخصيات اللي خلال يعني دراسه الانسان كنا نستعجب كيف هذا الشخص، هل في فعلا تنميه للموارد، يعني فعلا هو قد يكون عراب تنميه الموارد البشريه في الوطن العربي. والشخص طبعا له قصه انه راح لكندا في طبعا في السبعينات، فكان يعتبر مثل هو والعديد من الشخصيات اللي لها دور في تنميه او يمكن ابراز ثقافه التنميه والتطوير يعني هو والصادرات. من يعني فعلا الشخصيات اللي انتم تأثرتوا فيه، صح؟ نعم، وفي يعني انا اتذكر حتى في برنامج يمكن اقدم واقدم كان ياتي على التلفزيون السعودي لاحد الاخوان، اعتقد اذا مش من لبنان من الاردن، اسمه سامي عوده، يقدم برنامج اسمه من كل بحر قطره. يعني هذيك الايام كان لسه دوبنا نشوف ايش هذا الكمبيوتر، ايش الجهاز ذا. فبعض الاشياء فعلا لما نقول انه تغرس ثقافات في فكر الانسان، قد يكون لما يكبر يبدا يبحث عنها، فتسع الافق. حاليا عم بتأسسوا لمدن ذكية، بعد سنين يمكن 10 سنين حنشوف بين اليوم روبوتات لا وديناصورات يعني في 2015 دشن اول ريبوت اللي هو صوفيا، ولكن تحمل في الجنسية 2000 بتاعتها. نعم في 2017 منحت الجنسيه السعوديه كاول ريبورت يعمل في نيوم، ونيوم فعلا تعتبر السعوديه القادمه، سعوديه 2030 معظم المدن البحر الاحمر، يعني فعلا بتكون. في السابق كانت تعتمد بالذات دول الخليج على النفط، الان لا تعتمد على الاقتصاد، يعني شفنا مثلا زي دبي تعتمد على السياحه، فعلا صارت في توسع في ثقافات، في
اقتصاديات تأتي من موارد أخرى غير النفط، لأنه بالأخير النفط ربما مادة السياحة نابضة. مرتبطة مع تكنولوجيا كمان نعم متقدمة. طيب أسئلة سريعة قبل ما أختم معك، ما هو مجلس جمعية الأطفال المعاقين وما هي وظيفتكم بهذا المجلس؟ لا، بالمجلس هذا يعني انا عضو مشارك فيه، ولكن فعلا لانه لي اهتمام في الاطفال المعوقين، لحكم يعني كانت لي اخ الله يرحمه يعني كان يعاني من هذه، وبالعكس هذا انا اعتبره دور على جميع افراد المجتمع، يكون لنا يعني نشاط او عون او حتى اي وقت نقدر نفيد في هذا الجانب في جمعيات المعوقين. في جمعية البيئة السعودية كمان ضيفتي كانت الأستاذة الدكتورة ماجدة بوراس، أيضا أنتم تعملون ضمن إطار الجمعية أليس كذلك؟ نعم، أنا عضو مؤسس في جمعية البيئة، وبرضه زي ما قلت يعني هذا من اهتمامات الإنسان، يعني إنه يحاول يكون له دور في البيئة، وبعدين ربط ما بين الإبداع في الإدارة، الإبداع في البيئة، إعادة التدوير، مناقشة الأمور. يعني فعلا الإبداع هذا علم مرتبط بجميع العلوم، لا يقتصد مثلا على الجانب التقني، لا لا بالعكس، بجميع العلوم الدور هو إنك تستحدث، أو الإبداع إنك تستحدث أفكار جديدة في أي مجال تمارسه. ما هي مجموعة صناع السعادة التطوعية؟ مجموعة صناع السعادة هذه أسستها أحد الأخوات الإعلاميات أسماء الغابري، تهتم برسم البسمة على شفاه كبار السن الذين يقطنون في الدور ليس لهم أحد، والمعوقين وأيضا الأيتام في دور التربية. نقوم بإعداد عدد من البرامج أو مساهمة بالاحتفالات لديهم أو مساعدتهم ببعض الأفكار والقيام بالزيارات لهم، ولكن طبعا مع الكورونا الإنسان شوي. نعم، تأثير كورونا سيزول إن شاء الله قريبا. أنت عضو بإذن الله. في مجموعات المخترعين بمصر، ما علاقة السعودية وهل هناك مخترعين سعوديين أعضاء أو أنت رابط تربط بين الجنسية السعودية وهل هو هل هي جمعية عربية أم فقط مصرية؟ لا، هي جمعية طبعا مصرية، ولكن لها أعضاء من جميع، وأنا طبعا بحكم اهتمامي في العديد من المؤتمرات، يعني حضرت في لبنان في خلال فترة الشيخ سعد الحريري 2017، كان في مؤتمر الإبداع العربي الثاني في مصر، فمن خلال هذه المؤتمرات كناشر ثقافة الإبداع أو الاهتمام بالعنصر البشري ودوره في الإبداع، فأحيانا تكون يعني أرحب بأي عضويات، بالعكس لأنه نعم هي جميل أنه الإبداع يعتبر كسفير، أنك أنت توصل ما بين أفكار ما بين داخل وطنك وما بين دول العربية وخارجية بإذن الله. قلت في نهاية هذا اللقاء سأذكر ما قلته عن الوطن، قلت عندما يتغنى الشعراء بحب أوطانهم ويهيم كل من يسكن هذا الوطن العظيم، وعندما نحاول أن نخط الأحرف ونطرز الكلمات عشقا وطربا بالوطن فهو شعور عظيم. حدثنا عن حبك للسعودية وأختم معك هذا اللقاء. طبعا الوطن دوما كل انسان منذ ان خلق الله الكون، فكل واحد يتغنى بوطنه مهما كان من وطن صغير او كبير، لانه يراه اجمل شيء في الوجود، فكيف ببلد يحتوي بين جنباته اطهر مدينتين مكه المكرمه والمدينه المنوره، ودوله تفتح اكفها لجميع الاخوه المسلمين وغير المسلمين، وهي دوله مضيافه، ففعلا حريا بنا نفتخر باننا خدام، كما يقول سيدي خادم الحرمين، نحن فعلا خدام الحرمين الشريفين، فاذا كان راس الهرم لدينا وزعيمنا الملك هو خادم الحرمين فما بال بشعبه، بالعكس نحن نعتبر السعوديه بلد لكل من لا بلد له، وهي فعلا مرحه بلد ترحب بالجميع، وباذن الله تزول الجائحه وتعود، ومن ضمن رؤيه 2030 والسنوات الماضيه ان تستودع حجاج الى 6 مليون ومعتمرين إلى 30 مليون في العالم، ففعلا احنا بس جائحة أخلت بعض، ولكن بإذن الله تنقضي، لأنه فعلا جائحة يعني عطلت العالم كله بأسره، ولكن أنا أشوف في دولنا يعني الحمد لله لم تتأثر، ولكن فعلا قلة السفريات بيننا وبين الأخوة في العالم بأسره، سواء العالم الإسلامي أو العالم الدول الصديق، فأتمنى أن السعودية تعود جوهرة يزورها كل من شاء من جميع أقطار الدول، وهذا ما تقوم فيه الدولة السعودية. وفعلا احنا خلال يومين تقريبا الاسبوع القادم حيكون 21 نوفمبر المفترض تستضيف السعودية في الرياض مؤتمر قمة العشرين، وهذا امر بصراحة انا كسعودي افتخر بانه احنا نمثل الشرق الاوسط، نمثل معظم العالم كدور السعودية من ضمن الدول ذات الاثر العشرين، فامر جميل، ففعلا حريا لن توفي الكلمات او الاحرف التي اذكرها في حق السعودية.
نعم، أشير بأن يوم القمة، قمة العشرين معقدة في الرياض عبر الفيرتشوال، سنقوم بتغطية نعم بمباراة للرواد فقط لهذا الحدث المهم على صعيد المنطقة. أنا أشكرك دكتور محمد السريحي على هذا اللقاء وأتمنى لك التوفيق. كل الشكر أستاذة ماريا، وأشكر برنامجكم للرواد، مع تحياتي. شكرا.